الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى ولصحابه رسول الله اجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يعد نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا عظيم يا الله يا سلطان يا الله يا جلال والإكرام اللهم نسألك باسمك العظيم المكتوب من نور وجهك العلى المعبد دائم البكر المحلد بقلب نبيك رسولك محمد أسألك باسمك العظيم الواحد وحدة الأحد المتعال وحدة الكم والعداد المقدس عن كل أحد بحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تصلي ويسلم على محمد سر الحياة الوجود وسبب الأنظام لكل موجود صلاة تسفق في قلب الإيمان وتحفظني القرآن وتفاهمني عنه آية فتفتح لي بها نور الجنة ونور النعيم ونور نزل الوجه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تقبل واسر الثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما صفحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسلة ورحمة نزلة سميلة إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصالحين وجامع الملائكة المقربين أسس الأربعة علماء راشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن بقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأقبار من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها بارها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا
ولإخواننا ولأستاذنا ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الصالحين ولجميع المخلصين ولجميع المجاهدين في سبيل الله وأنا خصوصا إلى أهل قبور بابا قدم بابا اسمه إلى أهل قبور جميعا في هذا المذكور كلهم اللهم اغفر له وارحمه وعافه وافنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وافنه اللهم انزل رحمة والمغفرة على أهل قبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي الجنة اللهم إني أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقتك والنار إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم إني أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وشهادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم امين علينا بشكرات الموت ونجد من النار والعفا عند الحساب يا الله يا ارحم الراحمين يا الله يا كريم يا الله يا رحمن يا الله يا ذا الجلال والاكرام لندمilah kampung kami يا الله لندمilah wilayah kami يا الله dari segala mara bahaya يا الله dari segala bahaya يا الله dari segala bala dan penyakit yang kau turunkan يا الله يا الله kuatkanlah jiwa dan jasmani kami يا الله ya Allah bimbinglah kami ya Allah untuk selalu ibadah dan taat kepada perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk meninggalkan perjalanan dan perintah larangan-Mu dan larangan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah bimbinglah kami, mampukanlah kami ya Allah untuk istiqamah dalam memperkenalkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah orang tua kami ya Allah. Kasihanilah saudara-saudara kami ya Allah. Hanya kepada Engkau kami menghibah ya Allah. Hanya kepada Engkau kami mohon dan meminta ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu Muhammadin nabiyyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Rabbana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين بهيبة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة سورة الفاتحة وببركة سورة الفاتحة وأعوذ بك من شر الفاتحة. Ya Karim Farham, Ya Kasih Farham, Ya Man Li'abdihi Ya Firu Wa Yirham, Wa Ya Dabi Al-Bala'i Ya Rahman, Wa Ya Dabi Al-Bala'i Ya Rahim, Irfa'ana Mikulli Bala'i Dunya Wa Dabil Akhirah, Da'wahum Biha Subhanahu Wa Huma Wa Tahiyaduhum Biha Salam, Wa Akhiru Da'wahum Anilhamdulillahi Rabbil Alamin, Ya Rabbi Bil Musawwa, Balik Mabah.